وللحديث عن الواقع المتردي على كافة المستويات في محافظة ديالى معنا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. حياكم الله أستاذ محمود. حياك الله وبارك بك. أهلا بك أستاذ محمود. ما الذي أوصل الأمور في ديالى من جديد لهذا التوتر على جميع المستويات؟ يعني لماذا هذا الاستهداف للمحافظة؟ نعم، السلام عليكم. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين وبعد. الحقيقة كان العراق ككل مستهدف بدءا بعد الاحتلال بعد 2003 بشكل عام، لكن ديالى وبعض المدن والقرى الحدودية كان استهدافها مخصص، وخصوصا ديالى للأسباب كثيرة وشرحتها لأكثر من مرة، لموقعها الجغرافي الخطير جدا والحدود الكبيرة اللي بينها وبين جارة السوء إيران، ولأنه هي أصلا يعني كانت في القادسية الثانية معاركنا معهم حرب الثماني سنوات، كان كل حركات الجيش والقتال اللي يمر من ناكه، فإيران حبت من البداية عن طريق ميليشياتها تأمن هاي المحافظة، وكان هدفها بالدرجة الأولى هي تهجير الناس والتغيير الديمغرافي الواضح جدا، والآن للأسف سيطرت مخالبها يعني دخلت في جسد كل المحافظة بشكل عام، فلهذا كان التدمير مبرمج ومخطط له ومدروس بعناية وقد نفذ بنجاح للأسف. عندك مرحلة التهجير مثلا، تهجير الناس والقرى وتدميرها، المثلث اللي يقع بين بغداد وبهرز، مدينة بهرز وبين كنعان، هذا المثلث تسكن عشائر بني زياد أكثر من 40 قرية، عبيد وبني زياد أكثرهم أغلبهم بني زياد، هجموا عليهم فجروا بيت شيخ العشيرة الشيخ عطا هادي السعدون الله يذكره بالخير يحفظه، وقتلوا ابنه وابن أخوه وهجروه وسجنوه هو أكثر من 20 سنة، وبعدين هجروا كل القرى اللي موجودة بالمنطقة بحجة أنه داعش قتلت أكثر من 200 شخص بالمنطقة، وحاليا حتى مرفوض رجعتهم وعودتهم لهذه الأسباب إلا يفصلون أكثر من 200 ضحية نتيجة تلك الأحداث. عندك شيخ نعم. راشد صالح العمران قتلوا طيب. ابنه أخذوا ابنه وأخوه وابن عمه أيضا واختفوا لحد الآن ما حد يلقيهم أثرهم، أيضا هو من بني زياد، وشيوخ آخرين كثر قتلوا أو غيبوا أو لا أحد طيب يعرف أستاذ. طيب حتى الآن. أستاذ محمود، يعني أين هو مجلس محافظة ديالى من محاولات الاستيلاء أيضا على أراضي الدولة في المحافظة، مع الحديث عن اقتراب الاستيلاء على أكثر من 500 دونم من الأراضي الزراعية في المنصورية؟ أخي العزيز، تقريبا يعني ما بقى إلا مناطق كلش قليلة يعني يسكنوها للأسف من العرب السنة أو حتى من عشائر أخرى. إحنا أنا سبق أن ذكرت لك حتى إحنا عشيرتنا، أنا شخصيا جاني تبليغ تحضر المحافظة لازم زمن عياد علاوي، كتبت على الدعوة الاستدعاء لن أحضر كون البلد تحت الاحتلال، والورقة احتفظ فيها لحد الآن على أثرها نزلت بدأ التهديدات إلي والعشيرتي وتنترحينا بأكملنا من المحافظة. وهكذا كل شيخ وقف ضد هذا النظام ضد الأمريكان تم ترحيله، سواء هو على مستوى الشيوخ أو على مستوى الأفراد والمواطنين، حتى من باقي القبائل والعشائر والمذاهب أيضا. فأنت أمام واحد من 3 خيارات، أما تستهدف يتم تصفيته أو يعتقل ويغيب والله أعلم متى يرى الشمس مرة أخرى، أو تترك المحافظة وترحل إلى جارة السوء إيران من خلال عملائها للأسف. وحتى هاي الجرائم اللي تسمعها أنت الحديثة بدأ تصير حاليا، هاي كل فترة اللي يصير بمنطقة الخالص وغير الخالص وهاي المناطق، وحتى مسألة الحزام اللي كان حول بعقوبة مدينة بعقوبة، كلها من أجل هذا الموضوع حتى الناس تهرب وترجع إلى مناطق التهجير إلى الخيام وما يبقى أي واحد، وحتى سيطر الميليشيات تماما. وهي ببساطة يعني الدولة اللي بعد الاحتلال مباشرة سوت وزارة هجرة ومهجرين، وزارة للهجرة والمهجرين، تعتقد مثل هذا نظام جاي ده يبني ويعمر؟ هي واضحة المسألة، الأمر يعني مخطط له ومدروس بعناية، والغاية هي أن لا يبقى أي شخص أما يقتل يصفى أو يعتقل أو يهجر، وهذا الأمر جدا واضح، وأعتقد يعني صار مثل يعني وجود الشمس في عنان السماء، ماكو داعي يعني واحد يناقشه.
يعني لابد من إيجاد حلول مو أكثر. أستاذ محمود، إلى أي مدى بات ضروريا اليوم إخراج ديالى من بؤرة صراع القوى الجارية أو صراع هذا الصراع الجاري، وهل من مصلحة العراق بقاء التأثير الحاصل على هذه المحافظة بالذات رغم أهميتها الاستراتيجية؟ لا يمكن أن يهدأ الوضع بالعراق مطلقا إذا ما يتم قطع هذا الشريان. هذا هو الشريان المغذي لكل الميليشيات اللي انتشرت بالمنطقة، مو على مستوى العراق ككل، حتى على مستوى الوطن العربي للعلم. ولهذا لا يمكن أن تفرط بإيران. وأنا ذكرت لكم سابقا المعسكرات الموجودة، سواء اللي بالعظيم اللي كان مكان مجاهدي خلق أخذوه حاليا موجودين دي، أو المعسكر اللي مكان الفيلق الثاني، هذني المعسكرين هي سبب السيطرة على الأراضي المحيطة بهن، وسبب قتل الناس وطرد الناس من تلك المناطق من أجل توسع بالنفوذ والسيطرة الأكثر والأكثر، وتأمين هذه طرق المواصلات بين جارة السوق وبين للأسف وبين إمداد ميليشياتها بكل المناطق مو بس بالعراق. فلا يمكن لا تصدق أنت تنتهي هاي المحافظة ويتم السيطرة عليها إلا بقطع هذا الشريان. وآخر معقل وآخر وكر يمكن تنظيفه هي هاي المحافظة من الميليشيات هاي، إذا فعلا. لكن أنا ما أعتقد راح يتم هالشيء. تعرف ليش أستاذي العزيز؟ العامل الديني، العامل الديني اللي يؤمر فصيل أو دولة أو نظام يؤمر دينيا هو بمحاربتك وقتلك وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال تقربا إلى ربه اللي هو الأعور الدجال والله أعلم. وهذا أعتقد يعني صعب التفاهم مع هيش نظام. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، شكرا جزيلا لك.